ما حكم العزاء الذي يقام في المقابر حيث يصطف أهل الميت في طابور ويأتي الناس ليعزونهم؟ العزاء في الأصل مشروع لأن فيه مواساة للمصاب ودعاء للميت، لكن إنه ينظم على هذا التنظيم بالمقبرة أو في البيت وينظم ويكون له جلسات ويكون هذا خروج به عن المطلوب، وربما يؤول إلى أشياء من البدع والمحدثات. فهذا إذا لقيت المصاب سلم عليه في المقبرة، في المسجد، في السوق، في المتجر، في أي مكان، بدون اجتماع وبدون إن أهل المصاب يجتمعون في بيت أو في مكان يستقبلون الناس، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، ما يحتاج اجتماع لا في المقبرة ولا في غيره، ولا صف ولا شيء، تمشي إذا دفنتم الميت امشوا، وإذا لقيت المصاب في أي مكان تعزيه.